مشاهدي محمد بريس، اهلا وسهلا بكم في هذا البلاغ الصحفي الجديد من عملتها المحمديه. على ضوء التتبع اليومي الدائم للوضعيه الوبائيه على صعيد عملات محمديه، خاصه خلال الاسبوع الماضي واللي اتسم باستمرار ارتفاع الحالات الايجابيه المؤكده واللي تجاوزت 300 حاله تسجلات خلال 7 ايام. قررت لجنة اليقظة بعملة المحمدية في الاجتماع ديالهم اللي انعقد صباح اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 تمديد العمل بالإجراءات المقررة خلال الأسبوع الماضي، وكذلك سريان مفعول التدابير المتخذة على مستوى الأحياء المغلقة لمدة أسبوع إضافي، واللي غادي يمتد حتى اليوم الاثنين القادم 5 أكتوبر 2020 على الساعة 6 مساء. كما تقرر إضافة للأحياء المغلقة الأسبوع المنصرم إغلاق كل من حي الحرية بجماعة محمدية وكذلك حي ديار العالية بجماعة بن يخلف لمدة أسبوع انطلاقا من يومه الاثنين 28 سبتمبر 2020 إلى غاية يوم الاثنين القادم 5 أكتوبر 2020 على الساعة 6 مساء. هذا والسكنة مدعوة من جديد على ضرورة الالتزام الفردي بمختلف الإجراءات الاحترازية التي توصي بها المصالح الصحية وباقي السلطات العمومية، والتي تبقى وحدها الحلول الفعالة لوقف النزيف الوبائي. إذن باختصار تمديد إغلاق أحياء بمدينة المحمدية وإضافة حي الحرية وديار العالية بجماعة بن يخلف لأسبوع آخر. كنتمناو أن المواطنين يلتزموا بالتدابير المتخذة والقرارات المتخذة من طرف السلطات. دمتم بخير وإلى اللقاء.